دول 30,000 دولار بالتمام والكمال. عد. لا عيب يا مستر سانتي، معقولة أنا أعد وراك؟ استحالة أنا أعد. رمزي نعم دول، خد عد وراك. نتكلم في الشغل الجديد. أنا عايز 10,000 ورقة باردي بريفكس. أرجو التزام. لا لا لا، أرجو التزام إيه؟ إحنا في بيننا وبين بعضينا 15 صفقة قبل كده، عمري كنت مش ملتزم، وبعدين حضرتك أحسن واحد هتتعامل معاه في السوق هو أنا. تمام يا دولة. طلعوا كام؟ طلعوا دولارات يا دولة. بقول لك صنفهمني، ما أنا عارف إن هم دولارات، شوفهم كام دولار. بالمناسبة، تعرفش حد بيبيع بلح؟ بلح؟ أنا طبعًا، يعني أي حاجة أنا أقدر أتصرف فيها، ولا رمزي؟ نعم يا دولة. روح بسرعة هات قفصين بلح يجري. حاضر يا دولة. خد خد خد، تعال تعال، إحنا مستر سانتي صاحبنا يعني وعايزين نوجب معاه. هات نخلتين اجري. نخلتين ايه مستر عادل؟ تعالى تعالى يا رمزي، مستر سانتي يعني حبيبنا وداخل على طمع، عارف عزبة النخل؟ روح جز النخل اللي هناك كله وتعالى. نخل ايه؟ انا عايز 25 طن عشان صديقي في ناميبيا مستر بولا، هو عايز تاجر بلح يتعامل معاه، عايز صفقة 100,000 دولار. 100,000 دولار؟ يا دول يطلعوا أكتر من 5,000 جنيه مصري دول. يا دول أهلا وسهلا، فضل فضل. يا مستر سانتي، معقولة يعني تدور على تاجر بلح وأنا موجود؟ عيب يعني. أنت تاجر باردي؟ أنا أريد تاجر بلح. باردي بلح؟ بص أنا تاجر بتاع كل حاجة حضرتك يعني، وبالنسبة بقى للفواكه أنا ياما اشتغلت طبعاً في البلح، وتاجرت في الجوافة وفي العنب، وتاجرت في كل حاجة حضرتك يعني، حتى التين الشوكي كنت بصدر التين في حتة والشوكي في حتة، مش كده يا رمزي؟ كده، والتين البرشومي مش كنا بنبرشمه هنا قبل ما نصدره بقى؟ أهو واحد، لا من هنا من عندنا ولا من عنده. مال منين؟ والله ما عارف، أنا أصلي كان عندي صفقة حيوانات نادرة قبل كده، بعتها كلها، والحيوان ده بس هو الوحيد اللي محدش فهمه يعني ما استوعبوش، بس غريب قوي. بص تعالى كده يا رمزي، تعالى. شايف شايف؟ بص ودانه، بص عينيه، أوريك حاجة كمان، بص ضحكته. حيوان نادر نادر يعني، ممكن أديهولك فوق الصفقة بتاعت البلح إن شاء الله. يعني أنت ممكن تخلص صفقة البلح؟ أخلص لك صفقة البلح ده في لمحة بصر، وبعدين حتى حضرتك يعني لو أنتوا مش عايزين البلح بعد ما أنا أجيبه أنا ما عنديش مشاكل، أنا ممكن أكله أو أكله للحيوان النادر، أكل البلح أبو زلط ده. أوكي، أنا أكلم مستر بولا، نصك معاه معاد بكرة. أوكي. نورت يا مستر سانتي، مع ألف سلامة. مع ألف ألف سلامة، مع السلامة. ايه ده ايه ده ايه ده يا دولة ده ايه ده؟ طلعت بتفهم في البلح كمان. يا ابن البلح ده اسهل حاجة، ده انا اتاجر فيه كده وبصبع رجلي عادي جدا يعني، وبعدين البلح معروف قوي يعني ان هو احمر واصفر وزغلول. صح دول. طب بالنسبة للزغلولة دولة مين اللي هيزغطه؟ بص يا رمزة انا ممكن ارد عليك. يا ريت. بس هدايقك ومش هرد. محوشة كام؟ الفلوس كلهم عند دولت هانا. ما طلبتيش بيهم ليه؟ بقى يا عين. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الفلوس دي انا عايزكم تبقوا تعدوها وتطلعوا لي منها 2000 دولار عشان عندي غزاء عمل النهارده. يعني انت مش هتتغدى معانا النهارده يا عادل؟ هتغدى معاكم فين؟ الناس البيزنس مان الجامدين اللي زيي بيتغدوا وهم بيتكلموا في الشغل طول الوقت يعني. ايه ده؟ ايه البدل دي؟ بكام الواحده يا عادل؟ ياي دي بدل تري تري شيك يا عادل، مش معقول، ده نوع رير جدا، دي تلاقي البدله واحده بس ب 500 جنيه. 500 جنيه؟ أنا ملبسش بدلة أقل من 1000 جنيه، يعني مش أقل من أستك. الله يرحم الشراب اللي من غير أستك. جهلة، وأنت إيش فاهمك أنت في المكانة العظيمة اللي أخوكي وصل لها دي؟ عموماً يبقى خدي لك أستك من الأساتك اللي أنا جايبها دي، اشتري لك بيها فستان جديد بدل الهدوم المقطعة اللي أنت بتعرينا بيها، ده مقطع مقطع كده. والصفقة دي عبارة عن ورق بردي أم تماثيل؟ لا، الصفقة المرة دي بلح. وانت ايش فاهمك انت في البلح؟ ايش فاهمني؟
انا عايش اساسا طول عمري مع بلحة يا حلوة يا بلحة يا مقمعة. وبعدين لعلمك بقى، انا التراب في ايدي بيتحول لبلح لذهب. ايوة يا عادل، بس البلح ده له ناسه. طب ما انا ناسه يا ماما، انت ناسي قد ايه من وانا صغير كنت بحب البلح، وكنت دايما انت بتزعقي لي لما ببقع البيجامات بتاعتي. طب اقول لك ايه يا عادل، من فضلك وانت جاي ابقى هات لي 2 كيلو بلح. 2 كيلو بلح؟ اروح لتاجر زميل اقول له هات 2 كيلو؟ لا طبعا. طب ما علينا، عايز تشتري البلح ازاي يا فالح؟ البلح ده بنشتريه بالنخله، اجيب لكم نخلتين ثلاثه تتسلوا بيهم. هو انا فيا حيل اطلع نخله؟ لا ما تقلقيش يا طن، انا عندي الطريقه المثلى لتسلق النخول. ما انا عارفاها الطريقه المثلى دي، بالشلوط كده تقومي من تحت لفوق نطه زي الاسك، واقعدي فوق عند البلح براحتك بقى. يا جماعه انا مش فاضي للهزار بتاعكم ده، انا راجل بزنس مان مشغول جدا، هخش بقى اغير هدومي، البس بدله من البدلتين اللي عندي دول عشان اروح المشوار بتاعي. والبلح البلح البلح البلح، احمر احمر ابيض ابيض زاخي. دولا ايه يا عم، مستر بوليكا لسه ما جاش ولا ايه؟ بوليكا اسمه مستر بولا من ناميبيا. انيميا، علشان كده يعني عايزين يتغذوا يعني. بس يلا انت اهبل مش فاهم حاجه، وايه اللي انت لابسه ده يخرب بيتك؟ ايه رايك بقى في ذوقي؟ ها ايه رايك؟ انا عايز اشرفك يا دولا. تشرفني باللبس ده؟ امال لو عايز تعرني هتلبس ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده، انت لابس بدله جديده زيي اهي. زيك؟ اوعى ايدك لابس زيك ولا انا مش عارف اقول لك ايه، والله ما عارف اقول لك ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا رمزي. ايه يا دولا في ايه يا عم، دي بدله واحد فنان استعراضي. دي بدله واحد بيسرح ببيانولا يا عم، فنان من بتوع السيرك، انت مش فاهمك. انت اخرك ان شاء الله هتبقى في السيرك، ومحمد الحلو بيجري وراك بالكرباج عشان ياكلك لاي نمر بقى. دولا بقى عمت مساء مستر عادل. عمت مساء يا مستر بولا، اهلا وسهلا ما شاء الله. عرفتني ازاي انت؟ ولا اكيد طبعا التجار الكبار بيحسوا بعض. لا يوجد احد غيركما بالمكان. صح طبعا، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضل 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 ارتاح. اهلا وسهلا. اتفضلوا. اهلا وسهلا. وكابتن فلافي مش هيقعد ولا ايه؟ دي المساعد بتاعي، لا يجلس معي، يظل واقفا هكذا هكذا. ولا رمزي وقف هكذا ورايا. دول انا عايز ابقى قاعد واسمع كلام الكبار. ولا اقف ورايا بدل ما اجيب حد تاني. خلاص ماشي ماشي يا عم. اوف. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تحت امرك خير. انا اريد عقد صفقه بلح 25 تن كل 6 اشهر. 25 تن؟ لا لا عينينا ليك طبعا، بس انتوا في بلدكم ما عندكوش بلح يعني ولا ايه؟ يوجد في ناميبيا بلح. الله، طب ما دام يوجد في ناميبيا بلح يعني عايزين تاخده من عندنا ولا هي طفصه وخلاص يعني؟ بس يلا يا رمزي معلش احنا اسفين جدا حضرتك، اصل هو هربان من السيرك كان بيعمل فقره وفشل فيها فرفدوه يعني. استهلاك القرده في المحميات اكتر من انتاج النخل. ايه ده، دي شتيمه دي يا دول ليه؟ طب يعني طب ما تشغلوا النخل بقى ورديه زياده علشان القرده يبقوا يشبعوا كويس. هذا بلياتشو مضحك فعلا. ده حضرتك ما شفتش، لا بلياتشو جامد قوي. يلا طلع للبي ارنب من الطاقيه. يلا انا اريد البلح بعد شهر من الان وساعطيك العربون. عربون ايه بس يا مستر بولا، وانا بتاع عربون؟ التجار الكبار دايما ما بيركزوش في العربين. حسنا حسنا، سوف اتصل بك من خلال مستر سنتي. انت انا انا انت نمضي العقود. يا سلام قوي قوي نمضي العقود. بس في شرط جزائي، اذا تاخر ميعاد تسليم الصفقه بمبلغ 100,000 دولار. تأخير ايه بس يا مستر بولا، ان شاء الله ربنا ما يجيبش تأخير ابدا. وبعدين حضرتك لو عايزني انزل الملك البضاعة من السوق دلوقتي نص ساعة كمية البلح اللي انت عايزها كلها تجيلك. صح والله، ولو يعني حصل تأخير فكل خيرة وفيها تأخيرة. هل بدأت الفقرة؟ نعم بدأت الفقرة. اجل اجل اجل.
نورتنا يا معلم عجوه. منور باصحابه عادل بيه. واخبار البلح اللي عندكم ايه؟ يعني هل البلح اللي عندكم فيه نوى ولا ايه؟ وهل البلح اللي عندكم برضو يعني مصفر ومحمر ومسود ولا ايه؟ كل اللي انت عايزه موجود يا بيه، انت تقشر واحنا نجمع على مؤاخذه. تقشر ايه يا دوله؟ البلح بيتاكل بقشره يا عم، ده فاكره فول سوداني. عدم المؤاخذه يعني يا معلم، عايزين نعرف، انا اصلي داخل السوق ده بتقلي جامد قوي، محتاج 25 طن. هتشيل على قدك يا عادل بيه وخش السوق بالراحه واحده واحده. خش ايه يا عم، احنا داخلين نركن. عدم المؤاخذه انا معلم، انا داخل السوق كبير عشان افضل في السوق كبير. اسمع عادل بيه، انا مقدرتي معاك 2 طن، ده كل اللي اقدر اتصرف لك فيه لمؤاخذه. 2 طن ايه انت على كده بقى شغال على فرشه يعني؟ ما العامل لي تاجر وبتاع ليه يعني؟ الله 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 الله، ايه الغلط ده يا عادل بيه؟ لما انت يعني معكش غير 2 طن بس، ما جبتهمش ليه وانت جاي معاك في كيس؟ بقولك ايه، ما تقعدني مع الرأس الكبير بتاع شغلانة البلح دي، وليك عمولتك وخليك من رجالتي. بغض النظر عن الكلمة الأخرانية دي، ماشي هقعدك مع إمبراطور النخل في مصر المعلم عبده أمهات. ايه القول؟ عبده أمهات ده تاجر كبير ولا هفق يعني على أساس يجي بيع 2 طن وثلاثة طن؟ ماشي ماشي، الأيام بينانا يا عادل بيه. قالوا لي إن أنت الكبير. صح، ما أنت خابر زين. لا أنا مش خابر زين، أنا عادل سعيد وطالب منك 25 طن بلح. احنا نمتلك في جبلي 7000 نخلة، يجيبوا يجي 20 طن ونكمل لك الباقي جوافة وفراولة. جوافة وفراولة ايه يا عم؟ وانا هعمل فخفخينة؟ انا بقول لك بتعامل مع دول وعايز 25 طن وفاكسات وايميلات، امال بس عامل لك كبير. كبير ايه بس بصوتك ده على 7000 نخلة؟ لو شرف الكبير جد سباطة الكبير، احنا نمتلك فوق من 100000 نخلة. ده خلاف اللي لسه بيتزرع، بس أنا متعاقد مع شركة بسكو عجوة. أهو بقى بسكو عجوة سابو سلوى، أنا عايز البلح. افهم يا ويل، دول حيعملوا بسكويت بالعجوة لد للولد وهو رايح المدرسة الصبح مع كوباية شاي بحليب. أنت تعمل لي فيها ماما نجوى، أنا عايز البلح يا عم. إحنا نقدر نسلم طلبات بس بعد صفقة بسكويت أبو عجوة. صرف نفسك بال20 طن وبعد كده لو انت عايز 1000 طن رقبتي سدادة. ماشي ماشي عم امهات. بالاذن. اتفضل، مع الف سلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم علي. يا دولة هتجهز اللواري؟ انا بتحارب يا رمزي، انا بتحارب، خايفين مني ان انا انزل اكل السوق، عايزين يدوني 20 طن بس يا رمزي. طب والباقي يا كبير؟ الباقي هلمه من السوق، هلمه بلحة بلحة، مشنة مشنة، نوايا نوايا، مش هسكت. من بكرة الصبح هنفتش السوق فرشة فرشة، قفص قفص، يا كبير يا كبير. اللي هلاقي معاه بلح ومخبيه يا ويلو يا ويلو من عادل عادل سعيد. منك ليه؟ لها 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 يا علوح، وكل واحد يطلع البلح اللي حداه ممنوع صوت الناس. تمام يا كبير. كله تمام؟ كله تمام. ما تخش يا علاء بالشمسية، انت مش شايف الشمسية يا علاء؟ ايه اديه كل البلح اللي معاك. ايوه قاعد العيالي يا بيه. طيب يا سيدي، خد اتكل على الله اللي بعد. تعالي يا ست. اللي معاك دي احمر ولا مستوي؟ زغلول يا بيه. زغلول؟ ينفعنا برضك في أي سفقة تانية، خدوا مين هيال؟ عناية يا كبير. خد يا ست. مرضية؟ مرضية يا بيه. نجر يا خد. اللي معاك دول كم كيلو ما؟ 5 كيلو يا بيه. 5 كيلو؟
ولا رمزي؟ ايوه يا كبير. هات ايدك. ايوه يا كبير، دول 3 كيلو بس، ده اكيد جاسوس ومزنوق علينا. ايه اللي بيحصل دي؟ ايه اللي بيحصل؟ بتضحك على قرب يا ولد، بتضحك علي؟ يا نهار اسوح، ده انت لا عشت ولا كنت يوم ما تضحك علي، ده انا بنام وعندي عين مقفوله وعين مفتوحي، اكيد المعلم عجوه هو اللي مسلطك على، ما توعى يلا خليك بتفهم كيدي، اوعى، المعلم عجوه هو اللي زقك علي، ولا رمزي؟ ايوه يا كبير. خدي الولد دي واطلع بيها المخزن عذبه هلا. عينيا يا كبير. سماح يا بيه. ولا رمزي؟ ايوه يا كبير. بيقول سماح، مين سماح دي؟ مش عارف يا كبير، ممكن تلاقيها يعني شريكته معاها بلح. هاتولي سماح وخده اربطه من رجله في الفرسه البيضه، وخلي الفرسه تجري 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 وهو بصابعه كده في الاسفلت زي المنيج في فيلم الارض، واسمع صوتك بقى وانت عمال بتقول الارض لو عشطانه. عينيا اتكل. خش يا قاضي عشان الشمس يا ولد. اللي بعد خش يا سيدي. ايوه جاي، بعدين عناب، بعدين جابوا النور. السلام عليكم. تمام يا كبير، فضيت المخزن. ايوه، اهم حاجه يا رمزي ان المخزن كله يبقى فاضي عشان اول ما يوصل البلح تاخد العربيات تطلع المخزن تخزنها هناك. واجب يا كبير. وبص يلا، عايزك توزن لي البلح كله قفص قفص وبلحه بلحه، واوعى تاكل منه حاجه يا رمزي. انا بقى يعني هعمل حسابك في 5-6 بلحات كده من 25 طن. ها انا يا كبير، بس والنبي دول خليهم امهات يا ابني. ما اسموش امهات، اسمه امهات، ودي امهات البلح. ام البلح دي بقى اللي بيزرعوها وبتطلع النخله على طول، دي ما بتتاكلش. افهم بقى يا غبي. مساء العسل يا عادل بيه. اهلا. مساء البلح يا معلم عجوه. ان شاء الله العربيات جاهزه، هتودي البلح فين؟ اقعد بس الاول يا معلم، اقعد. اهلا وسهلا. انا وانت ان شاء الله يعني نقعد كده هو على القهوه، نشرب شاي وقهوه، والصبيان بتوعنا هم اللي ياخدوا العربيات يطلعوا بيها على المخزن. ماشي، بس بقيت الفلوس لمؤاخذه. بقيت فلوسك في الحفظ والصون في جيبي هنا اهو. امال ايه، واحنا يعني هناكل عليك حاجه ولا يا رمزي؟ ايوه يا كبير. اطلع يلا يا رمزي، خد العربيات واطلع بيها على المخزن اللي عندي دي اللي هو بتاع البازار. عينيا يا كبير. ولا يا رمزي؟ ايوه يا كبير. اقعد يوزن البلح بلحايه بلحايه، شوف كل بلحايه قد ايه واقعد جمعهم كده لغايه ما تتلخبط. عينيا يا كبير. يلا تيجي على الله. عينيا يا كبير. بالاذن، اقعدوا بالعافيه. اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بيك. نور يا معلم. وجودك يا عادل بيه. تشرب ايه؟ ناخد شيشه. خلاص ابقى اديك نفس. شفت يا دولة؟ شفت كيلو البلح زاد ربع جنيه عما كنا شارينه. يا ابني امال انا شاري الكميه الرهيبه دي ومخزنها عندي ليه؟ فرق الربع جنيه ده بقى هيفرق معايا كتير جدا، مكسب كبير قوي ليا. ده انت يا دولة طلعت حويت حوطانه، ده انا ما كنتش عارف انك عندك حناكه في التعاملات التجاريه كده، ده انت مدرسه. لسه شفت حاجه، انا مستني بس لما لم السوق كله في ايدي، بعد كده مش هيبقى موجود في السوق اي بلح هتطلع من تحت ايدي يا معلم يا كبير. بس بقول لك ايه يا رمزي، اؤمر يا كبير. دلوقتي المعلم بولا ده جاي وجايب معاه المساعد بتاعه شيكابالا ده. عايزين نظبط مع بعض بقى. نظبط يا كبير، بس ازاي يعني؟ هتلاقيني مثلا طلعت السيجار ده كده اهو، حطيته في بقي وانا بمنتهى الالاطه، تقوم انت جايب الولاعه ومولعه على طول. سهله؟ حصل ده. ماشي. هتلاقيني مثلا بحاول امسح عرقي كده من على قرطه، تقوم انت مطلع المنديل وجاي ايه مسح لي عرقي كده. سهله؟ سهله جدا يا معلم. بس 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 بولا جه. امتى مساء مستر عادل؟ اهلا. اخبارك ايه؟ وكل شيء تمام؟ طبعا كل شيء تمام. اهلا وسهلا، نورت. والبضاعه كلها في المخزن والبلح اصفر واحمر بيلمع. هايل هايل، وانا فلوسي معايا. ايه ده الكبريت؟ معيش كبريت ولا حاسب يا دولا كده؟
مش لاقيها. مش لاقيها. بوظ الصفقة. معلش دراعي اليمين عايز قطعه يعني. عداد وشي. شكرا. أريد أن أرى البلح. أوي أوي البلح موجود طبعا، يعني هيروح فين البلح؟ بلح كله في المخزن. رمزي خد كابتن إتو وروحوا هاتوا كام قفص كده من المخزن. عناية كبير. تفضل يا كابتن. تفضل 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 تفضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وبالنسبة للمساعد اللي معاك ده منين وبكام؟ بياخذ ما يعادل $1,000 في الشهر. $1,000 والله رخيص. عارف رمزي حضرتك المساعد اللي معايا ده بياخد 600 جنيه بس في الشهر، لكن بيخسرني ما لا يقل عن 12,000 جنيه في الشهر. البلح يا كبير. ايه ده؟ كيف تمت عملية التخزين؟ ايه في ايه حضرتك؟ احنا مخزنين في المخزن عادي يعني. ايه اللي حصل؟ طب شوف القفص التاني. طيب نفس الوضع، البلح باظ. باظ؟ باظ يعني ايه؟ كيف تمت عمليه التخزين؟ مخزنه في المخزن من اول ما جبته حضرتك، يعني بقالي فتره خزنته. ايه اللي حصل؟ شقى عمري، شقى عمري باظ، شقى عمري، شقى عمري، شقى عمري. ولا رمزي انزل معاها المخزن يلا نشوف بقيه البضاعه باظت ولا لا. شقى عمري. بقى حد يخزن البلح من غير اكياس نايلون؟ البلح راح في 60 دهية. طب وبعدين؟ والعمل ايه يا مولا؟ يعوض عليك ربنا يا ابو عادل. بقى المعلم عادل يخزن البلح من غير تلاجات؟ التخزين من اختصاص الدفاس وابو دهشوم، كانوا بيخزنوها في تلاجة. تلاجة؟ تلاجة. التلاجة، التلاجة، وحبيبتي جوه التلاجة، 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 وحبيبتي جوه التلاجة. التلاجة، التلاجة، وحبيبتي جوه التلاجة، 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 وحبيبتي جوه التلاجة، التلاجة، التلاجة. عليه خصم 40%. بايركس ايه بس يا رانيا اللي انت جايباه؟ ما احنا عندنا حلل استانلس يا ماما، ولا هي مصاريف زياده وخلاص؟ ده مش لينا، ده لياسمين. ياسمين؟ ايه قرفانه تاكل في الحلل؟ على فكره البنت ياسمين بنتك دي فيها الداء بتاع امك اللي هي حماتي دي، على طول عامله بتتنك على كل حاجه. لا يا روحي، ده علشان جهاز ياسمين ان شاء الله لما تتجوز. لما تتجوز؟ وفي عريس تقدم لياسمين وانا ما اعرفش؟ قابلها فين بقى؟ في الفسحة ولا قابلها في رحلة جنينة الحيوانات؟ انت بتهزر ها؟ انا ما بهزرش يا ستي، انت اساسا لسه متجوزة. ياسمين على ما تفكر في الجواز قدامها بتاع 20 سنة. بايركس ايه دلوقتي؟ يلا 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 رجعيه رجعيه. عادل عادل اصحى يا عادل، اصحى يا عادل. دواء السكر والضغط، وبعدها بربع ساعة الحبال الحمراء والخضراء، وبعدها بعشر دقايق دواء الكحة. اصحى يا عادل يلا عشان دواء الكبد. ما تقوم يا عادل. بعد ما ضيعت زهرة شبابي في التعليم والتدريس، خرجت من تحت ايدي مهندسين وظباط وصنايعية وفوعالية، مش هين عليهم يمدوني ولا حتى سنة. هي بتقول ايه؟ الظاهر والله اعلم انها بتشتم. بتشتي؟ يا لهوي، قفلوا الشبابيك. مع اني ابله محاسب بقى بتاعت الاقتصاد المنزلي، مدولها سنتين، وانا كنت طمعانه في 6 شهور مرضوش يدوهاني. اشمعني يا ابله محاسن؟
عشان مربة اليوسفندي واللارنج. هي بتقول ايه؟ الظاهر انها بتدور على سفنج. مين اللي وقع ده؟ يا اختي والله نظري ما هو جايب. ايه بابا ده؟ انا مش قلتلك تبقى تقولي عشان اجي اسندك؟ ما دام قالت بابا يبقى عادل ابني. اللي وقعك يا حبيبي؟ ماما دي تبقى رانيا. اللي وقعك يا حبيبتي؟ هي المشكلة في السلمة المكسورة دي. انا قلتلكوا 100 مرة صلحوا السلمة، انتوا ما تسمعوش كلامي ليه؟ سلمة ايه يا خلل؟ سلمة ايه يا خلل؟ انت مش عارف كمان انت فين؟ ايوه السلمة هي بتاع كل يوم اللي بقع فيها دي. هيقولي السلمة تاني؟ يعني انت دلوقتي عالسلم عند مدخل العمارة يعني؟ طب ايه دنور السلم؟ يا سلام يا لطيفة، لطيفة جدا يعني. وانت يا ياسمينة ما روحتيش الجامعة النهاردة ليه مار؟ ايه يا بابا، انا اتخرجت واخدت حقبتين في علم النفس البروسكولوجي. يعني اتخرجتي، طب ما اشتغلتيش ليه مار؟ نظرا للماركتنج البشري المتعطل اللي وصل ل3 بهلليون نسمة، مفيش فرص عمل. يا نهار ابيض، بقينا 3 بهلليون، ده ميدان التحرير محدش يعرف يمشي فيه. بكره والله كل ده من استنساخ، ده احنا بكره ممكن نبقى تهرلينيون. لا يا بابا، ايه كل فيمتو ثانية في مولود بشري جديد بيتولد. كل فيمتو ثانية، ما شاء الله بقيتي تفتي في كل حاجة زي أمك كمان. أنا يا بابا هيثم جاي النهاردة عشان يقرأ معاك الفاتحة. يقرأ معايا الفاتحة ليه؟ ما بيعرفش يقرأها لوحده ولا إيه؟ يا عادل، الزفت اللي اسمه رمزي ما جابش الجاتوه والتورت لحد دلوقتي. إيه ده؟ أنت قلت لعم رمزي؟ هذه النيلة. بقول لك إيه يا بابا؟ أنا بصراحة بقى خايفة العريس يشوفه، من الآخر أنا خايفة يعرينا. ومن ناحية هيعرينا فهو أكيد هيعرينا. بس هنعمل إيه بقى يا ياسمين يا بنتي؟ اهو ابن عمي من 45 سنة نفسي امشيه كل سنة، ولا امشيه السنة الجاية وما بعرفش. عموما انا هتصرف، ما تقلقيش يا ياسمين. انا هقوم بقى ايه، اخد الدش الالكتروني بتاعي والبس هدومي واروح على الهرم. يضربوش كله. مين ده يا اختي؟ ده تلاقيه العريس بتاع بيت ياسمين. بسم الله ما شاء الله، طول بعرض. زين ما اخترتي يا ياسمين، البت طلع ذوقها كده حلو زي ستها. انت ايه اللي اخرك لحد دلوقتي يا منير؟ اصل المنطاط عطل في الهواء. زين بقى البراشوتات انا والحاج يقول. فقري فقري طول عمرك وملكش حظ يا رمزي. رمزي اسم العريس على اسم ابن عم ابوها. اسم مش ان بقى الاوان يا نقنق، يعني احنا عايزين نبقى ختامها مسك. وبصراحه كده يعني من الاخر انا نفسي يعني اخر 3 اشهر في حياتك ان شاء الله. في حياتك؟ انت هتفضل لطخ كده لحد امتى؟ ده انا كنت عيله نونو كده برضع وانت شحت كده بتروح المدرسه. حياتك ايه؟ بهزر يا نونو بقى. قولي جهزت نفسك؟ جبت كل الاجهزه الكهربائيه ولا لسه جخل زي ما انت؟ جخل؟ من مجاميعه يا نونو. يعني شوفي بقى، بوتاجاز 2 شعلة مسطح. هو ده اللي انا كنت مسطح. وتلفزيون ملون يا نقنو 14 بوصة، وتلاجة ديك فريزر يعني، وكارتلهم في المخزن ومستنيين سيدة البازار. ليه هو انا هخش في البازار؟ ما تلمي بنتك يا انعام، دي عايزة تلطش عريش البيت، عايزة تعنشها زيها. اسمعي كده من سكتي انكشح. يا مجيدة، سامعة يا اختي ولا مش سامعة؟ بنتك اتطلقت. يا لهوي
يا انعام ابنك طلق بنتي. يا لهوي يا لهوي تستاهل القدرة. كويس مستحملها لحد كده. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضلي يا اختي اتفضلي انت والاربعه اللي معاكي باللي في بطني. انضمي للمنتخب القومي اتفضلي. الواطي الواطي الله يخرب بيته طلعني الطلقه الثالثه منه لله. والثالثه ثابته اوعى يا اخويا الجيش ثابته يعني قاعده معانا على قلبنا مش هتتحركي. كبرت يا ياسمين وبقيت عروسه ما شاء الله. بس ايه ده انت لا شبهي ولا شبه امك. عارفه انت شبه مين؟ مين؟ شبه جدك الله يرحمه. هو العرق يمد لسبع جد يا بابا وكله في الجينات. علم الاجنه بيقول كده. وانا صحيح كان نفسي في ولد يشيل اسمي في الرقم القومي بتاعه بس يلا بقى. وكان هيعمل لي برضو اللي انا نفسي اعمله ومعرفتش اعمله في حياتي. يعني كان هيعمل ايه زياده يعني يا سي بابا؟ على الاقل كان رفض لي رمزي. بس يلا انت عندي يا ياسمين بالدنيا كلها. ما تقلقش يا بابا على اسمك ليك عليا. اول مولود هخلفه هسميه عيد. ايه ده ايه ده ايه ده اول مولوده بس؟ لا وتاني مولود كمان زياده في التاكيد. ايه ده يعني انت موافق يا بابا؟ بس اهم حاجه بقى في شويه نصايح ما قبل الجواز. تقصد كتالوج الجواز. عموما اول نصيحه بقولها لك بقى يا ياسمين يا بنتي اوعي في يوم من الايام تفكري انك ترجعي البيت ده تاني. طبعا يا بابا الست ملهاش الا بيتها. مش دي النظريه قصدي انت لو رجعت البيت ده تاني الاوضه بتاعتك انا هحولها لصالون ادبي وده احد احلامي. يعني ما تخافش يا بابا انا اصلا ما صدقت اخرج من هنا فاستحاله هرجع. ماشي. ثانيا وانت بتوضبي بقى الديكورات بتاعت بيتك حاولي تراعي ان يبقى فيه اوضه فاضيه دايما. ايه ده ليه يعني يا بابا؟ عشان امك لو اتطلقت يعني وده وضع طبيعي لان صراحه استحملتها كتير قوي. بعدين هي عامله لي فلحوسه الوحيده اللي ما اتطلقتش كل اللي في البيت اتطلقوا. بس هي ما عملتش حاجه يعني يا بابا. يا سلام وهم الباقيين كانوا عملوا حاجه. ده كاس كاس يا ياسمين يا بنتي وداير على الناس كلها عادي يعني. ثالثا بقى وده مهم قوي انت طبعا هتخلفي ولد. انا متاكد انك هتخلفي ولد. الولد اللي انت هتخلفيه ده بقى يتربى مع جده ياسمين. ايه ده ليه يعني يا بابا؟ من فضلك يعني اديني فرصتي ان انا اربي ابني بنفسي. فرصتك ايه؟ ما انا اديتك فرصتك ان جيتي للدنيا اصلا يعني. وبعدين اديتك فرصتك وربيتك وعلمتك واكلتك وشربتك لغايه ما النهارده هتتجوزي اهو. خلاص هاتي لي الولد انا ربيه ويحقق معايا كل الأحلام اللي كان نفسي أحققها. اتنين جوافة جيلاتينيه وزبق قليل وإزازة مية أبار معقمة. في أكسجين بنكهة الكباب والكفتة. حابة تضربوا اتنين في السريع؟ لا لا أنا عاملة دايت. ميرسي. أوكي. ياسمين. أنا مش هقدر أجيب بابا النهاردة. وبعدين أجيبه منين؟ ده انا اساسا ما شفتوش من وانا في سته احادي. ايه ده انت كنت في سته احادي؟ امال ده انا كنت من الدفعه المستوعبه. انا اعجابي بيك بيزيد يوم بعد يوم. المهم اعجاب باباكي. هنعمل له ايه ده؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نغب ونعمل هيدن ونضرب ايميلين عرفي بالسريع. هيثم بقول لك ايه؟ احنا لازم نضحي شويه عشان قصه حبنا التقدميه. التقدميه؟ ايوه. خلاص نعمل ديل مع بابا على الساتلايت ونحدد مع ميعاد. انت يا واد انت في مدرسه ايه؟ انا بشبه عليك انا شفتك قبل كده. الهاي كونكلوجين سكول يا طنط. عارفاها مش دي تجريبي؟ وماله لما يجرب يا اختي. الحياه يا حبيبتي كلها تجاره. شوف يا ابني انا عايزه اعرف ايه حدود العلاقه اللي بينكم لاني اخشى كأم يعني من العلاقه اللي بينكم. شفتيني ياسمين يا طنط اخلاقها. انت عرفت اخلاقها دي منين؟ لما جيت الشهر اللي فات يعني علشان اقرا عداد الطاقه الذريه هي اللي فتحت لي الباب. اللي اقول لي يا اخويا احنا جبنا كام الشهر اللي فات؟ مش فاكر بالظبط بس حوالي 25 في زوايد.
25 في زوايط يا حرامية، يبقى انتوا اكيد برضو ضفتوا الزبالة على الطاقة الذرية. انا مش دافع، مش دافع يعني مش دافع. وشيلوا بقى العداد بتاع اليورانيوم من بير السن. الراجل يا حبيبي هو ذنبه ايه؟ الراجل ما بيعملش حاجة غير انه قارئ بيجي يقرأ العداد ويسجله ويلفلفهم بيه. طلعت الزبالة النهاردة؟ اه؟ هو مين اللي طلعها امبارح؟ انا. يبقى الدور عليك النهاردة يا حبيبتي. لما فتحت لي الباب خرج من عينيها شعاع لخبط الدنيا جوايا وخلط بين الخجل والطاقة الكينماتيكية. قلت خلاص هي دي الأوزي اللي ممكن أكمل معها حياتي. أوزي؟ طب يا حاج دولا يا مدام دبحين أوزي ما عايزين أوزي إيه بس يلا يا حاج بس. مهم كمل كلامك يا ابني، بعد كده إيه هتاخد معاك الأوزي دي تلف معاك تقرأ العدادات؟ المهم يا عمي أنا بمديلك إيدي وطالب منك القرب في ياسمين. يلا يا جماعة نقرأ الفتحة. تقرا الفتحة على رجلي ما تقوم يا آمين. ألف مبروك يا ابني. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا حاج دولة. ألف مبروك على إيه بس يلا يا حاج رمزي؟ بس يلا يا حاج رمزي والنبي. فتحة اللي هتقراها يا ابني أنا مش هينفع أقرا الفتحة معاك، لازم حد كبير أقدر أتفاهم معاه. فين أهلك؟ أهلي؟ ومال أهلي في حاجة زي كده؟ ومال أهلك إزاي؟ ما أنا لازم حد أتفاهم معاه في تفاصيل الجواز. تفاصيل الجواز انا بعتها لحضرتك على الايميل وبابا هيبقى ينزلها ان تاتش من على الكمبيوتر، يعني يبقى رد على بعض بقى في الماسنجر. ماسنجر ايه اللي هنرد على بعض؟ وانتوا يا ابني بتتكلموا في ايه؟ وايميلات ايه وبتاع ايه الزمن الغريب اللي احنا فيه ده؟ فين ايام زماننا وايام زمن بقى الفن الجميل والاستاذ تامر حسني؟ ايوه الاستاذ سعد الصغير كبر ما شاء الله دلوقتي، ايه الزمن الاخبر ده؟ يا عمي يا عمي الدنيا اتقدمت، ده خلاص الناس طلعت زحل. ده انت اللي ليلتك زحل. بص لاما اهلك يجوا ينهوا ويطلبوها بنفسهم لاما مفيش جواز والجاتو ده يتشال يتحط في التلاجة لغاية ما يجي ابوه. يا حاج دولة طب يعني افرض ابوه اتأخر يعني هفضل جعان كده؟ نورتنا يا حاج شربيني. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حضرتك انت وصلت بعد دقيقة وربع من ساعة ما بنكلمك، اتأخرت علينا قوي يعني، لكن عموما احنا ندخل بقى في التفاصيل عشان نختصر الوقت. اتفضل يا سيدي ادخل براحتك. انت هتخوفني ولا ايه يا استاذ عادل؟ احنا طبعا ناس ما يهمناش الماديات بالمرة طبعا يعني، لكن كنت عايز اعرف يا ابني يا هيثم انت مرتبك كام بالظبط؟ انت بتحرجني يا عمي والله. انا يا عمي مرتبي يعني انت عارف ان انا لسه بادئ حياتي يعني. قول اخلص اخلص عمي. انا باخد 100,000 جنيه في الشهر. ايه 100,000 جنيه بشعرك ده؟ نعمل بيهم ايه 100,000 جنيه؟ انت تاخد البنات كده وبتوع الناس، بنات الناس تمرمطهم معاك. ايه يا بابا دي حياتنا يعني، ولازم نبدا في الاول واحنا تعبانين. ايوه يا بنتي ما احنا برضو عايزين مصلحتك وانت فكري ان احنا قصدنا نضايقكم ولا نضركم. بالعكس يا بنتي بالعكس، لكن شوفي دلوقتي كيلو السكر بقى ب2000 جنيه، ازازه الزيت الزقبقي اللي ما بتقعدش على نص طبق سلطه ب5000 جنيه، تعملوا ايه؟ يا استاذ عادل يا استاذ عادل ما تدقش في الحكايه دي، ما حدش بيبات من غير عشاء يا استاذ. ايوه ما بيباتش من غير عشاء، بس مش معقوله كمان الغدا والفطار هيعملوا فيهم ايه؟ هيتقضوها يعني وجبه واحده في اليوم؟ دي نفس الدقه يا استاذ، برضو شوف لك دقه تانية. والله ممكن يعملوا ميزانيه مجدوله ويمشوا على اينونتها. وبعدين يا عمي انا مقدم على شغل يعني بعد الظهر في مفاعل النووي جنبنا هنا في الطلبيه. مش المفاعل النووي بتاع الطلبيه اللي بيعمل حلاوه المورد ده؟ ايوه. طب ما يا ابني ده موسمي يعني بيشتغل شهر و11 شهر ما بيشتغلش. احنا نتكلم في المفيد بقى، هتجهزوا ايه يا استاذ عادل؟ والله حضرتك يعني معروف ان الاجهزه الالكترونيه كلها بتبقى على العريس، يعني عندك مثلا بوتاجاز 2 عين طاقه شمسيه على العريس دي معروفه، وبرضك الغساله اللي هي بتبقى بتقرش وبتمرش وبتلبس وبتنظف دي كلها برضك على العريس ولا ايه يعني؟ وكمان معروف برضك ان على العريس الساتلايت.
ايه يا حاج دوله لازمته ايه الساتلايت؟ احنا ممكن نشد لهم وصل الدش من على اول الشارع. بس يا حاج رمزي خليك انت في الجاتو ده عشان يا رب يجيب لك سكر. عشان خاطر هيثم ماشي. وعايزين مروحه طائره تحت السيطره في كل. انا عايزه سلوبيت. وش انا بقى؟ انا عايزه ايبود. وانا عايز موبايل. بص يا ابني احنا اهم حاجه عندنا مكنه تقشير الكمثرى. هي دي بقى الشعرايه اللي قطمت ظهر الخروف. انت كده عايز تبوظ الجوازه يا استاذ عادل. ابوظ الجوازه ايه؟ معروف ان مكان التقشير الكمثرى بتبقى على الخروف على العريس يعني معروفه يعني. لا يا عمي عمي انا ما اسمحلكش لو سمحت كده اوفر دوز موز عليا. على خاطر عيون ياسمين انا هجيب مكان تفصيص الطوب. اه ليه؟ هو انت ما كنتش عايز تجيب كمان مكان تفصيص الطوب؟ يا ابني ده مكان تفصيص الطوب والمقشره الليزر والمقشره الاي دي على العريس طول عمرنا عارفين. يا ماما ممكن نجيب الحاجات دي بعد الجواز حاجه في حاجه يعني. يا بنتي انت مش عارفه مصلحتك يعني هتاكلي الكمثرى بقشرها معدتك يوم ولا اتنين وهتبوظ. يا عمي احنا شباب زي الفل ولسه في صحتنا ومعدتنا تقدر تهضم اي قشر. انا بقول يعني لو هو عنده شقه نشيل احنا. لو عنده شقه انت شايفه كده. طب بص يا ابني بالنسبه للشقه بقى انا مش عايزك تاخد شقه في برج خرساني من بعد الزلزال بتاع 2022 الواحد بقى يخاف من التوابع. لازم العماره تبقى على كبال وعلى باكر. ها صراحه انا ما عنديش شقه. ايه ما عندكش شقة؟ يا اخوانا حلمكوا على الولد مش كده. حلمنا ايه يا عم بالسيجار بتاعك ده؟ بيقول لك ما عندوش شقة. يا عمي اسمعني بس. انا يعني انا شايف ان الشقة هنا جميلة وواسعة وبرحة فقلت يعني هسكن معاكم. تسكن معانا؟ ده انت كمان جايبه لنا عريس اعمى شايف لك الشقة واسعة وانت ما حوشتش فلوس ولا ايه؟ يا عمي حوشت بس كل حيلتي يعني 4 مليون جنيه يعملوا ايه يعني؟ ايه؟ 4 مليون جنيه؟ هدايا يعني يا بابا. بداية ايه وهباب ايه؟ ده دلوقتي اقل شقة 4 متر دلوقتي في العشوائيات الذكية ب 20 مليون جنيه على الاقل. يا بابا انتوا ممكن بس تستحملونا شوية لحد ما انا اعمل جمعية مع ام ميرفت ب 250 الف جنيه في الشهر. ويعني انا هجيب يعني اوضة كده كاوتش من اللي بتتنفخ دي ولما نبقى نصحى من النوم نبقى نهويها. تهوها؟ وافق يا عادل. لما توافق يا عادل. يا عادل وافق يا عادل. بابا وافق يا عادل. مش موافق. عادل في ايه يا عادل؟ يا كابوس فظيع يا رانيا. خير اللهم اجعله خير. بقولك ايه انسي الطقم البايركس الحراري ده خالص. رجعي لو سمحتي ودخلي ياسمين بجمعية ب 2 جنيه في الشهر. طقم البايركس ده مش هيبقى له اي لازمة في المستقبل. جمعية ايه يا عادل؟ حرام علينا نلقي على عاتق البنت مسؤوليات اكبر من حجمها. اسمعي الكلام اللي انا بقولك عليه انا اضرب مصلحتها وما تخليهاش تفتح الباب لاي حد بيقرا عدادات وخصوصا عدادات اليورانيوم. انا بقولك اهو. يورانيوم ايه على الصبح يا عادل اللخبطة اللي انت بتلخبطها دي؟ اسمعي الكلام اللي انا بقوله لك ياسمين اوعي تفتح الباب لاي حد. مالكيش دعوة ببابا. يعني ايه مالهاش دعوة بيا؟ انا بقول لها عشان مصلحتها وانا بقول لها عشان اغلس عليها يعني؟ هي مش شومه اللي انت بتقوله اصلا يا عادل. ما دام انت فاهمه لازم تفهميها انت امها اوعي تفتحي الباب وخصوصا لاي حد بتاع عدادات. عدادات مش عدادات انا بقول لك اهو انت هي نايمه كده ليه يا رمزي النهارده؟ مفيش ولا زبون. مش عارف يا دوله. بقول لك يا دوله اما تيجي نجيب سكرتيره حسنه المظهر ونقعدها يمكن تشد زبون ولا حاجه. والله هي فكره كويسه بس في الحاله دي انت مش هيبقى لك اكل عيش. ليه يا دوله بس يا عم؟ ما انا هبقى جوه مش شغال زي ما انا عادي وهي بقى نجيب لها مكتب صغنطط كده نقعده بره على البازار عشان تشد الزباين. وممكن برضو نلبسها مايو فرعوني منقط عشان تشدهم قوي بقى. تصدق يا دوله خدتها من على لساني خدتها من على لساني. مش عايزها يا عم خدها على لسانك تاني. مش عايزها يعني موافق. بس في زباين جوه سيبهم لي بقى. فرصتي. حضرتك دي الحيطه التماثيل اهي.
يبقى اكيد حضرتك عايز بقى ورق برد صح؟ حضرتك تحبه مسطر ولا مربعات؟ ولا ولا انت مش عارف تكلم مع الزباين، قالك عايز ايه؟ عايز هشت باين. هشت ايه؟ سيبنا نتسلم. صباح الخير. حضرتك مش دي كل البضاعة اللي عندنا، يعني احنا عندنا بضاعة تانية موجودة في المخزن للزباين المميزين. مين فيكم صاحب البازار؟ ايه هتقول انا؟ مين فيكم ايه حضرتك؟ يعني باين في شرق فاسع بيني وبينه يعني. انا عايز اجر البازار. تأجره ازاي حضرتك اذا كنت انا اصلا ما اجره؟ لا انا مش عايزه شقه مفروشه، انت فهمت غلط وركز معايا، انا عايز اجره لمده يوم. يوم واحد متهيألي حضرتك مش هتلحق تربي زباين. يا دوله ممكن يجي بزبونه يا عم افهم. حضرتك يعني تليفون يا باشا. الو، ايوه انا سادس بالبرج. يا ابني يا ابني ده ما بيتكلمش، مش ده اللي بيتكلم. اتفضل يا باشا. ايوه سيد سبيلبرج المخرج معاك. ايه بتقول؟ ايه احمد السقا اعتذر؟ عارف ان الفيلم من اخراجي انا سيد سبيلبرج واعتذر يا استاذ؟ قلت له سيد سبيلبرج. شفت احمد السقا اعتذر عن الفيلم، فاهم ان انا ستيفن سبيلبرج المخرج بتاع حواري هوليود في امريكا، بوظ لي 9 افلام لغايه دلوقتي. يا استاذ قول له سيد اسبيلبرج بتاع نزله السمان. ايوه يا حبيبي ايوه، انا ما بلعبش، انا عالمي، انا اكشن. انتهى كات. حضرتك على كده بقى مخرج؟ انت ايه عايش بره التاريخ؟ ابقى تقل بقى دول عشان بره التاريخ ساقع. انا واعوذ بالله من كلمه انا 100 سنة سينما. كل سنة وحضرتك طيبة. يا أستاذ ده تاريخي الفني مش عمري يا أستاذ. في حاجة. أيوة إزاز. في حاجة في الحتة فوق. حضرتك إزاز. حضرتك أنت فاكر إن أنا يعني مش مثقف فنياً؟ ده أنا عندي معلومات جامدة جداً وبعرف المخرج من أول ما أشوفه، دايماً يبقى لابس البدلة بالشماعة كده. شماعة. لا مفيش، اتفضل حضرتك اقعد. اتفضل حضرتك. الحقيقة أنا مش جاي علشان أعود، أنا جاي ألتقط بعض المناظر من البازار علشان أدخلها بعد المونتاج جوه الفيلم الجديد بتاعي. حضرتك فيلم إيه؟ والله هو سافر طب وأنا مالي. فيلم اسمه والله هو سافر طب وأنا مالي؟ طب إيه علاقة هو سافر بنا مالي بالبازار يعني؟ هي دي الحبكة الدرامية يا أستاذ. والله هو سافر البطل عندي أخذ بعض التماثيل الأثرية حطها في شنطة وسافر وهرب من المطار. لما راح المطار التاني زبطوه عشان يرجعوه المطار بتاعنا. انا قلت انا كمخرج هتلخبط بين المطارين، انا مالي وانا ما حبش حد يعيش. حضرتك ممثل؟ لا حضرتك انا جمهور. خلاص اتكلم بعد الفيلم ما ينزل، انا ياما بتشتم من النقاط. خلاص هاجي اصور بكره. طب ما بلاش بكره، يا ريت حضرتك تخليها بعد بكره عشان انضف لك البازار بقى واوضبه. لا انا عايز البازار زي ما هو، بترابه بعبقه بكزرته بوسخته بيكو بيكو. انا مخرج درتي. لا ما واضح يا استاذ. حضرتك واضح بما ان انت واقعي يعني ودرتي، هسيب لك البازار زي ما هو كده ولا يا رمزي؟ نعم. انت مش هتبيت هنا النهارده؟ يا دوله. يبقى زي ما هو بكزرته. وانت جالك صفقة تماثيل في البازار ولا ايه؟ صفقة تماثيل ايه؟ انا بس بختار تماثيل مميزة عشان تشرفني في البازار. يا سلام دي فكرة هايلة. اقولك على حاجة بقى، انت لو عايز فعلا تعمل تسويق للتماثيل دي فانت ممكن تستخدم التقنيات الحديثة في التصوير والنت بان انت تاخد زوايا بؤرية ليها من ابعاد مختلفة. بؤرية ايه وابعاد ايه؟ انا الموضوع ابسط من كده بكتير، في ناس جايين يصوروا فيلم عندي في البازار يعني، وان شاء الله ان شاء الله انا حاسس ان البازار هياخد جايزة في مهرجان كان. جايزة في مهرجان كان؟ البازار؟ طبعا. وابقى بقى ايه؟
البازار عالمي وكل المخرجين والمنتجين ييجوا بقى يتعاملوا معايا لان انا معروف وبيدفعوا جامد. والناس دي على فكره عادل، انا اسمع ان الاجور العالميه وصلت لحد 2 مليون. ما انا طبعا مش هقبل اقل من كده يعني، وخصوصا ان انا بعمل فيلم مع سيد سبيلبرج. ده عارفه ده اللي اخرج الفيلم بتاع اوعى رجلك لو سمحت عشان عايز اعدي والنبي. انا مش عايز صوت في البلاتوب، عايز تركيز وانا بكرك. 5 4 3 2 1 اكشن. يرحمكم الله. مين الحيوان اللي اتكلم؟ هو ده ايه يا دول؟ وبعدين هو دلوقتي بيصور الهواء، مين اللي قدامه اصلا؟ انت مالك، انت بتفهم في الفن؟ لا يبقى ما تتدخلش. خلاص انا مش عايز مشاكل ومش عايز خناق، اما اجي اصور ما حدش يتكلم. انا بحسبك بتعطس. تركيز تركيز. مش عايز صوت في البلاتوز. 5 4 3 2 1 اكشن. يرحمكم الله. يا جدع انت مش هتوترني انا، انت هتوتر الممثلين. هما فين الممثلين؟ مش شايف حد حضرتك. هما فين الممثلين؟ مش دي حاجات تافهه عبره يعني، ما تهمنيش. صحيح حضرتك هتركز في ايه ولا في ايه؟ انت كفنان طبعا مسؤولياتك كتير ما شاء الله. خلاص خلاص انا هستعين بالانتاج. استاذ عبد الحميد انتاج. ايوه يا استاذ. ايه يا استاذ؟ في منى زكي في الطريق يا استاذ. خليها تيجي عن طريق الدائري. حاضر يا استاذ. لا 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 لا، دائري ايه؟ بلاش الدائري، الدائري هتقعد تلف 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 مش هتعرف توصل، لكن حضرتك لو جت خرمت من المحور هتوصل بسهوله قوي. انت كده فعلا، خليها تخرم من المحور عشان تيجي بسهوله. حاضر يا استاذ. بقول لك ايه، انا عايز 3 وجبات وازازتين ميه معدنيه و3 باكيت سجاير. حاضر يا استاذ. انا مش اي مخرج. من عينيا يا استاذ. اتفضل اخويا. اتفضل يا حبيبي. نركز مع بعضينا كده بقى. اتفضل نركز مع بعضينا. الو تليفون يا استاذ. ما تجيش التليفونات الا وانا بخرج. معلش يا استاذ. الو ايه؟ احمد السقا مصر على الاعتذار؟ لا ما هو عاوز يعجزني، انا عارف ده موقف وانا هعجزه بقى. يرجع ال 20 جنيه العربون. يرجعها وينسى العالميه. واتصل لي بكريم عبد العزيز، خليه على الويتنج على طول كده. طب قال يعتذر. قال يا استاذ سبيلبرج معلش، يعني الاستاذ احمد السقا ده ابن حلال والله، ده حبيبي. انت تعرفه؟ يا نهار اسود، ده عز المعرفه. ابن خالته، واخد بال حضرتك؟ يبقى صاحب ابن عمه مراتي. وبعدين يعني حضرتك بلاش حكايه قطع العيش دي، يعني عايز تغسل له اغسل له. لا يغسل له ايه؟ افرض حصان. احمد السقا هيصرف منين على الحصان اللي عنده؟ هو عنده حصان. الو استاذ كريم عبد العزيز. يا استاذ كريم عبد العزيز. ايوه استاذ كريم عبد العزيز. والله الو. ايوه كراميلا، انا سيد سبيرج. لا الدور المره دي مختلف تماما، بائع اثار متجول بشنطه كده زي اللي بيمشي في اسكندريه على القهاوي. ومطارد، يعني مطارد، في مطاردات كتير جدا في الفيلم. يا استاذ كريم. استاذ كريم حضرتك ده دور امين، ده دور جديد على حضرتك خالص، وانا بحب حضرتك خالص وشفت الافلام بتاعتك كلها، اللي هو بتاع حراميه في تايلاند كي جي 2 دي، وام علي اللي هي كان عليها زبيب. ايوه استاذ كريم، مين اللي بيقول لك ام علي اللي عليها زبيب؟ ده كومبارس متكلم معايا. استاذ ممكن تسلم على الاستاذ؟ يا جدع يا جدع. ازيك يا استاذ كريم؟ انا بحبك وعايز اتصور جنبك. عايز اتصور جنبك يا استاذ. ايوه استاذ كريم، مين اللي عايز يتصور معاك؟ ده كومبارس صامت. غصب عني، ده هم بيشدوا مني التليفون وانا واقف. ايوه اصل الدور حلو قوي. ايه؟ قفل السكه في وشي. بس انا مش هيأس، انا هجيب ممثل عالمي امريكاني. اتصلوا لي بسليمان عيد. سليمان عيد ايه حضرتك؟ اللي خليك تجيب ممثل من جنوب افريقيا؟ وبعدين حضرتك يعني ده مش عضو نقابه، البطل اللي هنا حضرتك لازم يبقى مصري، ولازم يكون رضع من نيل مصر، ومشي في شوارعها، وشرب من نيلها، وركب تكاتكها. ايه الوش ده؟ ده وش القفص. انت ما فكرتش تمثل قبل كده؟ انا فكرت يا استاذ. انت عمرك فكرت؟ انت عمرك فكرت؟ خلاص اسكت خالص حضرتك. يعني انا صراحه ما فكرتش، يعني بس يعني من زمان كان نفسي امثل من تاني اعدادي. حلو قوي، اعمل لي اي مشهد كده عشان انا شايف فيك حاجه كويسه كده. حاضر امثل لحضرتك. اقول اكشن مثل. حاضر. اوعى اوعى يا ابني. اتفضل اي مشهد بسرعه كده. حاضر اكشن.
انا همثل لحضرتك مشهد اللي هو واحد عنده مساعد. مش عايزك تحكي يا حبيبي، انا عايزك تمثل وانا اللي اقول، يعني انت خش على طول في التمثيل. حاضر. اكشن. هو بقى عنده مساعد غبي قوي. مش عايزك تحكي، خش على طول في المشهد. اكشن. طب هو ممكن يعمل دور الغبي؟ ايوه ماشي ماشي. بس ايه، ما تعملش دور غبي، يعني ما تمثلش، يعني خليك بطبيعتك. ماشي. اكشن. حاضر. ولا فين انت ايه، انت كسرت التماثيل ولا ايه؟ ايوه يا بطل. طب انت ايه، التماثيل اتكسرت، يعني يبقى انت كده هتبقى مخصوم منك، هخصم منك فلوس كتير جدا. يلا يا رمزي يلا. انا تحتك، انا تحت امرك يا بطل يا نجم. خلاص خلاص. بص بص سروس كده اهو. سروس. وروح بقى دلوقتي غور من، تعالى كده ما تبقاش على اكسل، غور من البازار دون بسرعه. لا بسرعه، ما تدوس على المخرج. يلا يا ابني، يا ابني حاسف. و ها بسرعه. طيب مش ممكن. وشك وشك فيه فوتوجينيه. فوتوجينيه. هايل، ربنا يخليك. انت بطل الفيلم الجديد بتاعي. يا انا البطل، يلا يا ربي انا البطل. الو ايه؟ الحق يا استاذ، حجز الاستوديو اتضرب، هنصور فين بكره؟ صدقني انا متشائم منك، كل ما تيجي معايا لازم الاوردر يتضرب. حظك سيء يا استاذ، الفيلم ده انا مش هعمله، انا هبدا فيلم جديد. سلام عليكم. يلا يا ابني شيل الكاميرا يا ابني. دوله دوله الحقوا بسرعه دوله. خليه يصور عندك في الشقه بدل ما اي حد من النجوم يعني يجيب له شقه ويصور فيها وينتش البطوله. لا بطوله تطلتش مني، ده انا ما صدقت فرصتي جت لغايه عندي من غير ما اقصد. يا استاذ سبيلبرج. نعم. وحضرتك ايه، معزل ولا ايه؟ استاذ حاجاتنا بس. استاذ سبيلبرج حضرتك يعني ما تفركش ولا حاجه، ممكن تصور عندي في البيت. يا جماعه ساعدوني بقى يا جماعه، ده انتوا اهلي وعيلتي، يعني المفروض تقفوا جنبي. النهارده بدايه طريقي للنجوميه، والراجل المخرج والناس اللي جايين يعملوا الفيلم ده قالوا ان مفيش حد يبقى موجود في البيت. ساعدوني يا عادل والنبي، انا عايز اشوف منى زكي. وبعدين فيها ايه يعني، في ممثلين كتير قوي مراتاتهم بتروح لهم وهم بيصوروا. انا مش هخرج من هنا، مش هتحتح من على الكنبه دي. هنروح فين يا عادل طول النهار؟ يا ماما استحملوا يا ماما، دي حاجه بسيطه يعني. وبعدين عموما انا ممكن ادي كل واحده فيكم 20 جنيه يعني تشبرقوا نفسيكم. هات انا 10 جنيه ومش هخليك تشوف وشي خالص. 20 جنيه ايه يا ابني، ده انت كمان 5 دقايق هتبقى نجم النجوم. اللهم صل على النبي. كمان 5 دقايق لما ابقى نجم. انا دلوقتي ما بقتش نجم يا رانيا. يرضيكي كده يا رانيا؟ اقل من 40 جنيه مش هتزحزح من على الكنبه. يا ماما. طب ماما اعقليهم انت يا ماما. كنت عقلتك انت. كل واحده تحط في ايدها 100 جنيه. 100 جنيه تستغلوا الموقف يعني؟ ماشي انا موافق، تعالوا بس هديكم الفلوس بقى وانتوا خارجين. يلا. ايه مفيش ثقه ولا ايه؟ مفيش ثقه. مفيش امانه؟ مفيش امانه. هات يا عم. اتفضلي ادي ال 100 جنيه اهم. وريني اهم. هات دوري. اتفضلي يا ماما ادي ال 100 جنيه. اتفضلي يا راني. عديهم كويس. بقول لك ايه يا عادل، امانه عليك، والنبي يا عادل ما تبص لمنى زكي. على الله بس هي ما تبصليش يعني. ايه عامل فيها هم يعني ولا ايه؟ انا عايز اخد 100 جنيه انا كمان ادولها. يا 100 جنيه ايه؟ ما انت قدام عينك اهو 300 جنيه راحوا ليهم، و200 جنيه اديتهم لمجيده والنجلاء والياسمين، 500 جنيه في يوم واحد. بس كل دي مش اشكال، فلوس بقى اللي بحق وحقيقه هتيجي بعدين. عارف يالا يا رمزي؟ عارف بقى يالا انا بحلم بايه؟ بايه يا دوله؟ بحلم بقى ان انا ابقى نجم كبير. والاستاذ محمود سعد يستضيفني في البيت بيته ده، ها؟ وبعدين يقعد يقول لي اشرب العصير يا نجم، اشرب العصير. كنت من زمان وانا بتفرج على النجوم اللي بيستضيفهم وهم بيشربوا العصير كنت هموت على بق عصير. ان شاء الله يا دولة. هو البرنامج ده هيجي الساعه كام يا دولة؟ بس بقى يا رمزي ما تبوظليش الاحلام اللي انا فيها، وصوري بقى هتبقى ماليه الجرالين وتبقى ماليه المجلات، وصوري بقى كمان ايه على كوبري اكتوبر، كل كوبري اكتوبر مرشق صورتي بقى، مرشق صورتي صور كبيره مع النجم الجديد عادل سعيد. حلو برضو الاسم ده على فكره. حلو الاسم، انت اول مره تعرف اسمي. مع النجم عادل سعيد في فيلمه الجديد. الله هو سافر. طب وانا مالي. التاريخ هيبتدي يتسطر. يلا تعالى عليك يا دولة، ربنا يبارك لك ويكرمك يكرمك. ساعة بنرن الجرس يا اخي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضلوا.
اهلا استاذ منور. اهلا وسهلا يا استاذ سبيلبرج. ايه راي حضرتك في الشقه بتاعتي؟ يعني حضرتك انا كله مظبوط زي ما حضرتك كنت طالب. مكان حلو قوي. في حد غيركم هنا؟ لا انا وهو بس. مش حضرتك قلت لي ماشي بقيه العيله؟ حلو قوي عشان يبقى المكان فاضي واخد الشطات بمزاجي وعلى روقان. صح يا رجاله؟ صح يا باشا. ايه ده عصابه ساعه الباشا؟ امال فين منى زكي؟ لا 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 مالكش دعوه بالزملاء. فين منى زكي؟ فين فلان؟ ما احبش اي ممثل يبدا البدايه دي معايا. لا بكرك عبقري. ما احبش الجو ده. تخليك في شغلك ومشاهدك. حاضر. تحفظ المشهد اللي انت هتعمله. حاضر. فين المشهد؟ اهو يا فندم. يقول لك فين منى زكي؟ فين عمر الشريف؟ وما يجي يمثل يقف. اتفضل ادي المشهد اهو. ان شاء الله هحفظه كله تمام. اتفضل. ايه ده بس حضرتك؟ ده ايه ده؟ ده اربع صفحات. طب ممكن اقعد احفظهم على جنب مع نفسي كده جوه يعني مثلا في الاوضه جوه؟ اه اتفضل. ممكن اخش اسمع له؟ اتفضل يا سيدي. ماشي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه؟ انت هتسرق الكاميرا من اولها. هي كده بدات. هي الممثلين كده يسرقوا الكاميرا. اتفضل. تسرق الكاميرا من اولها. امشي. ماسفين جدا يا استاذ. ربنا يخليك لينا. بقى دول ها فرصتك يا عم وجات اهي. ما تضيعهاش بقى من ايدينا. بقى ما تضيعهاش من ايدينا. وانت مالك انت يا ابني؟ احنا ولود عم يا دول. بقى بص انا داخل على النجوميه. ما تفكرنيش ان انت ابن عمي بقى خالص. خلاص ركلس كده وخش بقى على المشهد. يلا. مشهد يا ابني ده عامله بصبع رجل المشهد ده. ربنا يوفقك يا رب. زوم ان على رجل امينه كده. يا امينه يا خلنا بعد تعب كل السنين دي والشقة والغربة جاية دلوقتي تقوليلي خلاص؟ أنا مش هسيبك. هقتلك 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 هقتلك. الله يا دولة. الله الله. والله يا ابني تاخد فيها فسكر. انت مولود نجم يا دولة. بس دي يعني فيها دراما يعني يا دولة. افرض المخرج دلوقتي قالك يعني اعمله مثلا رومانسي. رومانسي؟ دي لعبتي يا ابني الرومانسي. يلا بقى دولة. زوم إن على رجل أمينة كده. يا أمينة يا خينة بعد تعب كل السنين دي جاي دلوقتي تقوليلي خلاص؟ هقتلك 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 هقتلك. الله الله والله حبيتك يا دولة. حبيتك. هي دي الرومانسية. هي دي الرومانسية بقى. ولا تقولي بقى ولا هاني سلامة ولا أحمد عزت. احمد عز يا ابني. احمد عز ايه؟ ايه رايك؟ 100 100 دول وحافظ. و100 افرض بقى دلوقتي المخرج يعني اتجنن في ودانه ها وقال لك اعمله مثلا كوميدي. كوميدي؟ ده لعبي. انا اصلا كوميدي يا ابني. بص بقى. زوم ان على رجل امينة كده. يا امينة يا ايه؟ يا ايه؟ يا خاينة بعد تعب السنين دي يا تقوليلي خلاص؟ لا خلاص. ايه عارفة هعمل فيك ايه؟ هتعمل ايه يا اخويا؟ انت ايه عامل امينة؟ هتعمل ايه يا اخويا؟ والله ينفع كوميدي برضه. ايه؟ هقتلك 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 هقتلك. الله الله عليك يا دولة. الله هي دي الكوميديا. امال ايه يا ابني؟ كوميديا كوميديا بقى. لا تقول لي محمد سعد ولا محمد هندي ولا غيره. محمد هندي يا دولة. انت هتعرف اكتر مني. ده صاحبي يالا. طيب يا دولة يعني معلش يعني افرض يعني منى زكي معانا وبتاع فاكيد هيبقى في مثلا استعراض ولا حاجه. استعراض؟ اه ده لعبتي يا ابني الاستعراض. يا نهار ابيض. انا اصلا كنت في فرقه رضا بس اتخانقت مع رضا بقى. المهم يعني استعراض. زوم ان على رجل امينة. زوم ان على رجل امينة. زوم ان على رجل امينة. زوم ان على رجل